مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. الحقيقة اللي بيتابع لأخبار الصحف ووسائل الإعلام هيجد إن أصبحنا كل يوم بنسمع عن جريمة قتل، وكنا الحاجات دي ما بنسمعش عنها قبل كده خالص، وزادت في الفترة الأخيرة. كان المعتاد إن جرائم القتل اللي كان بيقوم بها إما مسجلين الخطر أو البلطجية، لكن ظهر في الفترة الأخيرة بعض الجرائم اللي أصبحت بتنسب إلى الجرائم العائلية، جرائم أسرية كناش نسمع عنها قبل كده خالص نهائيا. وده بيخلينا نسأل العديد من التساؤلات، إيه اللي جرى للمصريين وإيه اللي حصل وأصبح إن الجريمة بقت يعني بنسبة كبيرة في الأسرة. والحقيقة هناك العديد من الإحصائيات اللي تحدثت عن هذا الأمر، أنا مش عايز يعني أتعمق فيها جد بنسبة كبيرة، لأن لو بصينا هنلاقي مصر بتحتل المركز الثالث عربيا في معدلات الجريمة، وال24 عالميا في معدلات الجريمة أيضا، والثامن أفريقيا. وإن في تقرير هيصدر بكرة أو بعد بكرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية، عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بيتكلم عن إن من 15 إلى 5 إلى 20 جريمة بتقع في الشهر أو بتتم في الشهر. يعني تخيل العدد كام، يعني من 15 إلى 20 جريمة، في معظمهم 10 جرائم متعلقين بس بالأسرة في الشهر، خلال شهر. يعني احنا الجرائم الأسرية ما كناش بنسمع عنها. يعني أيضا محافظة الجيزة اعتلت المرتبة الأولى ب 16 جريمة في شهر نوفمبر الماضي، 16 جريمة قتل خلال شهر نوفمبر الماضي، منهم 9 جرائم قتل بس برضو خاصين بالعلاقات الأسرية، وخمسة نتيجة السرقة، والباقي عن طريق خناقة مع الجيران أو يعني مشاكل عادية يعني. بس أنا بتكلم في النقطة تحديدا المتعلقة بأن الجرائم ما كناش بنسمع عنها جدا قبل كده خالص، وأصبحت يعني ده ناقوس خطر بيتم دقه. إحنا مجتمعنا رايح على فين؟ إحنا لابد من إن إحنا نبحث هذه الحالة. وده اللي خلينا استضفنا معانا الاستاذ عادل صلاح خضر الحديث معه عن ايه اللي جرى للمصريين وايه السبب في ارتفاع الجرائم، وبخاصه يعني زادت بنسبه كبيره في الجرائم الاسريه او العائليه اللي كناش نسمع عنها من قبل. شرفتنا ونورتنا استاذ عادل، اهلا بحضرتك. يعني انا الحقيقه عايز اتكلم ايه اللي حصل للمصريين خلال الاونه الاخيره. ما كانش الاول نسمع عن الجرائم بهذه الكثره، يعني لما يكون 11 جريمه 16 جريمه في شهر كتير جدا. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. تمام. صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. كان العرب في الجاهليه عندهم مبادئ واخلاق وقيم خدوها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابراهيم الخليل. كانت متضارسه، ولكن تفلت منهم بعض الامور، بعض الاخلاق كانت تخالف دين الاسلامي. فقال النبي أما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم. مش الناس دي ما عندهاش أخلاق، هزيل الأخلاق بتاعهم، لا ده هم عندهم أخلاق، بس أنا أتمم مكارم الأخلاق. إحنا دلوقتي فين الأخلاق؟ أنت ماشي في الشارع سب وشد وقلة ذوق وقلة أدب، وبتشوف ما لا يخطر لك على بال. ده كله بدايته أنا بقول ضعف الوازع الديني. تمام. طالما هناك ضعف في الوازع الديني يبقى ما فيش اخلاق، يبقى ما فيش قيم، يبقى ما فيش مبادئ، يبقى ما فيش خوف من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول يا عبدي اطعني يطيعك كل شيء. تمام. يعني احنا لو تابعنا للجرائم اللي موجوده، حضرتك تحدثت ان اهم حاجه الوازع الديني. ايوه. طب اكيد في عوامل اخرى لانتشار معدلات الجريمه. ايوه، العوامل السمعيه والمرئيه. انت ايه اللي بتشوفه دلوقتي؟ مسلسلات تدعو للعنف، تدعو للاباحيه، تدعو للعري، تدعو للخلاع، تدعو للالفاظ البذيئه. بنلاقي طفل في مسلسل بيشرب سجاير، بنلاقي بنت لسه صغيره بتشرب سجاير. ايه ده؟ يعني الفن بنسبه كبيره في قفص الاتهام في هذا الموضوع. ده اول حاجه. نمره واحد. هات لي كده من 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 كام مسلسل او من كام فيلم او من كام حكايه بتدعو فيه الى 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 الى, إلى الفضيله، الى الاخلاق. طب خلينا ناخد وجهه نظرهم، هم تحدثوا بها دائما، احنا بننقل واقع مصري، بنسلط الضوء على هذه المشاكل. يعني ينفع ان انا اخد الاخلاق بالمقلته؟
اقعد اعتبر الناس اللي هم اصحاب الاخلاق العاليه والهمم زي مدرسه المشاغبين كده، اقلس على الناس اللي هم في المدارس المدرسين، امحي بيهم وبكرامتهم الارض واقول هو ده الفن وهو ده الفن الراقي وما تلاه من مسلسلات وافلام ومسرحيات كلها تحارب هذه الاخلاق وتحارب هذه الفضيله. يعني الفن شيء اساسي، هل هناك طرف اخر؟ كان زمان كان زمان الاب بيربي ابنائه، مفيش مؤثرات خارجيه بيطلعهم على المبادئ والقيم. دلوقتي للاسف الابن قدامه مش ابوه وامه بس، في بقى نت، في افلام، في اصدقاء سوء، في ربنا يعافينا. بس استاذ عادل، انا يعني بالامس كنت بتحدث مع احد الشخصيات كان تم سجنه في مره بسبب حادثه بلطجه، فقلت يعني كان سؤاله له ايه العامل الاساسي اللي خلاك في البدايه بقيت بلطجه؟ قال لي ابو والدتي. يعني ايه والدته؟ ان هي لما كان حصل خناقه وتعور وروح، طيب قالت له لازم تطلع تعور الشخص ده، فقال لي من هنا انا اتحولت. وقال لي في ناس كتير اتحولت بسبب الاب والام. يعني بدل ما يقول له ما تعملش مشاكل تاني، لا اطلع هات حقك. مفيش بقى وازع ديني، ما انا بتكلم في كده. أيوة، الاسره عليها عامل اساسي في هذا الموضوع. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل الاساءه بالاساءه، ولكن يقابل الاساءه بالحسنه، ويعفو ويصفح، صلى الله عليه وسلم. كان ليس سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا سخابا في الاسواق. يعني دي اخلاق ما تشجعش اولادها ان هي ترتكب بيها. احنا ما وصلناش دلوقتي، ما وصلناش لاخلاق ابو جهل. أخلاق يعني شوف بقى، ما وصلناش لاخلاق ابو جهل. ابو جهل في هذا الزمان لو ظهر في هذا الزمان هيقول لزوجة واحد تسمح لي بالرقصه دي؟ اتحداك يعني ابو جهل. فما وصلناش لاخلاق ابو جهل. ده احنا ده معناه ان احنا اخلاقنا ما فيش خالص. يعني لما اجتمعوا على ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي منعهم انهم يقتحموا بيت النبي عليه الصلاه والسلام؟ عشان نساء النبي اللي موجودين في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، حتى لا تقول العرب ان ابو جهل ورجالته اقتحموا هتكوا سر النبي عليه الصلاه والسلام او بيت النبي عليه الصلاه والسلام. للاسف ده مش موجود. ده احنا حادثه من قيمه 4 ايام، سيده دفعت حياتها بثمن ان هي ابلغت عن حادث سرقه في الاسكندريه، البلطجي خرج دخل بيتها ولع فيها. يعني طيب، احنا الاخلاق دي مش موجوده اصلا. هي طبعا في بقى المخدرات اللي بتاثر، البرشام اللي هو بتاع الهالس، والحاجات اللي هي بتغيب العقل خالص تماما، وبتخليه يرتكب بتخليه بطبعه عدواني يرتكب هذه الجرائم دون ان يكون في وعي تماما، في وعي تماما وفي ادراك تماما. طبعا هنرجع نكمل النقطه دي، بس معانا سياده المستشار مجدي يوسف المحامي بالنقد. سياده المستشار، مساء النور يا فندم، اخبار حضرتك يا عم؟ كنت بسال حضرتك، احنا موضوعنا النهارده بنتكلم عن انتشار معدات الجريمه. من وجهه نظر حضرتك، هل شايف ان لا يوجد قوانين رادعه للحد من انتشار الجريمه، ولا خلاص المجرم ما بقاش بيخاف من القانون خالص نهائي؟ اسمح لي اولا ان انا يعني احييكم على البرنامج الجميل ده، والموضوع كمان اجمل وشيق جدا. الله يخليك يا سيدي. لان احنا الحقيقه عندنا قصور في البرامج القانونيه في معظم برامج التلفزيون. ومن وجهه نظري انا ان السبب الاساسي في انتشار الجريمه، او من بين الاسباب الرئيسيه في انتشار الجريمه، قد يكون الفقر. الفقر رقم واحد. الفقر رقم واحد، او العوز زي ما بيسموه، يكون من ضمن الاسباب اللي تؤدي لانتشار الجريمه، خاصه فيما يتعلق بجرائم السرقات. ما علينا بقى من المجرمين الخطرين المسجلين خطر، اللي هو بيمتهن الجريمه كمهنه، لان احنا اصبحنا في عصر الان ان بعض المجرمين بيمتهنوا الجريمه. يعني هو مهنته انه حرامي. مهنته انه سارق، فيروح يدخل السجن ويطلع يشتغل تاني حرامي، لان هو بيمتهن هذه المهنه. انما انا من وجهه نظري الفقر او العوز سبب من اسباب انتشار الجريمه بلا منازع. هذا بالاضافه الى انتشار المخدرات بشكل واسع. تمام. المخدرات اصبحت ميسوره الان، ما يعني لك ان تتخيل ان الاستروكس ده بيذهب العقل بشكل مش طبيعي. يعني في دراسه بتقول ان الاستروكس ده كان بيستخدم لاخماد الحيوانات المفترسه. الاولاد بياخدوه، وبالتالي بيذهب عقله، بيبدا يتعود عليه، فلازم يسرق او يرتكب اي جرم اخر دون ان يعي
كيفيه اقترافه لتلك الجريمه. تمام. ده بالاضافه الى انه يعني البعد الديني الغائب الان بشكل وسطي على شاكله الازهر الشريف، انه يلزم ان يكون هناك توعيه دينيه، لان التوعيه الدينيه اذا كانت وسطيه متفقه مع شرع الله عز وجل دون تزايد ودون تشدد، انا اعتقد انها تبقى من ضمن الاسباب القويه جدا في منع الجريمه. لان الوازع الديني عند اي شاب هيمنعه انه يشرب مخدرات وبالتالي مش هيرتكب جريمه، هيمنعه انه يبص لواحده فبالتالي مش هيزني، هيمنعه ان هو برضه حتى وان كان لديه شيء من العوز هيلجا لربنا فمش هيسرق. دي وجهه نظري. فانا وجهه نظري يبقى الفقر ثم البعد عن ربنا ثم المخدرات، دول الثلاث اسباب اللي اعتقد ان هم من الاسباب اللي بتنتشر من الجريمه بشكل غير عادي. اما الردع القانوني انا اعتقد انه الردع يعني الان في قوانين كويسه جدا وبترضع بردع كافي، يعني تغليظ العقوبه امام البعد عن ربنا اعتقد انه مش هيؤثر تاثير قوي في منع الجريمه. تمام. واسمح لي ان انا اشكركم تاني واشكر البرنامج الجميل ده. شكرا سياده المستشار مجدي يوسف المحامي بالنقض على هذه المداخله. استاذ عادل، هو اتكلم برضه في النقطه احنا اتكلمنا فيها. تمام. غياب البعد الديني، ايه السبب في الغياب هذا البعد؟ هل دور المؤسسات الدينيه ما بتقومش بدور الحقيقي ولا ايه؟ دور المؤسسات الدينيه ما لهاش دور اصلا. ليه بقى؟ مش فين الدور بتاعها؟ اين هو الدور؟ طب ايه المطلوب من المؤسسات الدينيه في هذا الموضوع؟ يعني المطلوب كتير. زي ايه يا استاذ؟ المطلوب التوعيه، المطلوب نشر الثقافه الدينيه، حاجات بقى من الاساس بقى، ننظر في المنظومه التعليميه من الابتدائيه للثانويه، ما هي دي الاساس والتاسيس. يعني ابدا من المنظومه من اولى ابتدائي، اشوف ايه اللي اللي يخلي النشء بتاعي ده نشء اسلامي او نشء ملتزم وسوي وقويم. احنا عندنا دلوقتي في اطفال في المدارس في الابتدائيه بتشرب سجاير، في الثانويه بيشربوا مخدرات، في الاعداديه بيشربوا سجاير. اين هو دور المؤسسات التعليميه؟ كمان المؤسسات التعليميه محتاجه ان هي تقوم بدورها في هذا الموضوع. هي الاساس، هي الاساس. انا برضو كنت عايز يعني خاصه في موضوع الشق الديني بالتحديد، الحديث الدائم عن ان هناك تجديد خطاب الدين من اجل علاء القيم والاخلاق، انت شايف هل هذا الموضوع بيقطس ماره ولا هو فين تجديد الخطاب الديني؟ اين هو تجديد الخطاب الديني؟ مؤسسة الازهر مؤسسة عريقة، ومن يخرجوا ويتخرجوا من مؤسسة الازهر بيبقى يعني على قدر من العلم والدين، ولكن انا مش شايف انتشار ديني يؤدي الى نمو الاخلاق بالنسبه ومنع الجريمه ومنع انتشار الجريمه في مثل هذه الاونه اللي احنا فيها. طب هناخد معانا المستشار احمد حجاج، المستشار بمحكمه استئناف المنصوره. سياده المستشار اهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله المستشار. احنا انا كنت عايز اسال حضرتك سياده المستشار اهلا بحضرتك، كنت عايز اسال سياده حضرتك عن الاسباب انتشار معدلات الجريمه في مصر، وخاصة ان احنا بقينا بنسمع عن جرائم يعني ما كناش بنسمع عنها من قبل زي الجرائم الأسرية. شايف حضرتك القانون كافي في هذا الموضوع لردع هذه الجرائم، ولا احنا بنحتاج الى اشياء اخرى؟ الو سيادة المستشار، الظاهر ان الاتصال انقطع، هنرجع تاني نكمل حضرتك استاذ عادل. احنا عايزين نتكلم في جزئيه اللي اتكلمنا عنها، المخدرات. تمام. يعني في دراسات بتتحدث ان المخدرات ساهمت بنسبه كبيره في معدلات الجريمه. تمام. بس مخدر واحد زي مخدر الحشيش ساهم يعني تسبب في 86% من جرائم الاغتصاب فقط، و24% من جرائم السرقه بالاجرام. طب هنرجع معانا الاتصال تاني. سياده المستشار. ايوه يا فندم. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انت شايف حضرتك ازاي انتشار معدلات الجريمه يا فندم، وهل القانون كافي ولا لا؟ بص حضرتك، احنا خلينا نركز على حاجه مهمه جدا. نقول بشكل عام الاول ان اسباب انتشار معدلات الجريمه عموما في اي مجتمع في الدنيا، لو لقينا هنبحث عن الظروف الاقتصاديه وهناك ظروف اجتماعيه. يعني ده نقول تردي الظروف الاقتصاديه او الاجتماعيه بوجه عام يؤثر على انتشار معدلات الجريمه، سواء ارتفاعا او انخفاضا.
لكن عايزين نركز بصفة خاصة هنا فكرة الانفلات الأخلاقي. ففكرة الأخلاق اللي أصبحت غائبة عن المجتمع المصري. تمام. فلازم نحافظ على فكرة الأخلاق، لأن أنا شايف، حتى أنا شايف المسلسلات والأفلام الدرامية وما يبث من عبر وسائل الإعلام أو عن طريق السوشيال ميديا، ده للأسف بيحتوي أو مضمونه بيحتوي على أعمال عنف وبلطجة. فلازم نركز على فكرة الانفلات الأخلاقي. الوازع الديني ده مهم جدا جدا جدا، أصبح برضو على المؤسسات الدينية سواء كانت الأزهر أو الكنيسة يكون لها دور أساسي في توعية أو تثقيف المواطنين عشان نعيد تاني فكرة الأخلاق تاني للمجتمع المصري. تمام. طب حضرتك سيادة المستشار، ايه اغرب القضايا اللي حضرتك شفتها في المحكمة؟ والله انا شفت في جرائم كتيرة جدا جدا. يعني لو كلمنا بخصوص الحلقة بتاع سيادتك، لا في حاجة اسمها اللي هي جرائم العنف الاسري. طبعا دي سببها برضو، لو احنا بحثنا عن سببها هنلاقيها سببها برضو غياب الاخلاق. حتة زنا المحارم، يعني احنا بنشوف دلوقتي جرائم غريبه ملهاش توصيف قانوني او رادع عقابي فيما يتعلق بزنا المحارم. انت بتسالني سؤال مهم جدا، بتقول لي انت شايف حضرتك ان العقوبات كافيه او رادعه؟ انا بقول لك في جرائم ملهاش نص عقابي حتى الان زي زنا المحارم. احنا دلوقتي ما فيش نص عقابي لزنا المحارم حتى الان موجود، فنامل ان يكون هناك نص عقابي لتجريم هذه الجرائم. فيما يتعلق بالجرائم برضو ضرب، يعني كنت بشوف ابن ضرب امه، ضرب ابوه، معوره، دي من اغرب الجرائم المتعلقه برضو بالعنف الاسري. ودي سببها للاسف التنشئه الاجتماعيه اللي غير صحيحه منذ البدايه. تمام تمام جدا سيادة المستشار، أنا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. سيادة المستشار أحمد حجاج المستشار بمحكمة استئناف المنصورة، شكرا لحضرتك سيادة المستشار. يعني كله بيصب في نفس المشاكل، الفقر، الوعز الديني، الأخلاق، يعني هي نفس الإشكالية. لو دول تموا هذه المجموعة ستحل هذه القضية. حضرتك دلوقتي مش أقل من 70% من المشاكل في المحاكم ما بين الأقارب. ده ليه؟ احنا بنعلم اولادنا، يعني سيبنا قول الحق سبحانه وتعالى، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. يعني المفروض ان احنا ايه نصل ارحامنا. سيبنا بقى الايه دي، ان احنا ايه الواصل، احنا ايه وبنعلمهم ايه بقى؟ اقاربك العقارب لا تزرهم ولا تنظر الى عم وخال. فكم عم اتاك الهم منه وكم خال من الاخيار خال. للاسف الشديد اللي احنا بنعلمه لاولادنا ده. وهذه هي، مش هنقول بقى عين الفضيله، ده هي دي سوء الاخلاق. سياده المستشار اتكلم عن قضيه مهمه جدا ونقطه مهمه جدا بقت منتشره جدا في هذه الفتره، هي زنا المحارم. يعني حاجات ما كناش بنسمع عنها، يعني وحاجه يعني الواحد لما بيسمع القصص او بيشوف محكمه او قضيه معينه بيزعل ان احنا وصلنا لهذه الحاله. ما هو ده كله ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الديني. وفي بيوت تقول انعدام الوازع الديني، انت لا يجوز اصلا شرعا انني اختلي خلوه شرعيه ببنتي. واخد بالك فين؟ انت عارف هذا الكلام، غيرك عارف هذا الكلام، ممكن انا بعرف بس غيري مش مثلا. انما احنا بنقول دي بنتي. احنا بنقول دي اختي. طب ما ازاي اختلي بيه انا وهي، او ننام انا وهي في فراش واحد؟ ازاي؟ لا معروف دائما فكله سن معين وكل واحد بيقعد في مكان، كله بيصب في البدايه والنهايه في 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 بطاقه واحده. اللي هي البعد عن الدين. البعد عن الدين. السؤال القانوني هنا اللي عايز اساله حضرتك، اللي انا برضو سالته سياده المستشار وقال ان ما فيش نص قانوني او عقوبه قانونيه لهذه القضيه لهذا الامر بالتحديد، ده معناه ان القانون فيه عوار ومحتاجين لتعديلات؟ احنا القانون العقوبات كله بتاعنا عايز يتعدل. قانون العقوبات بتاعنا، يعني احدى النصوص
في قانون العقوبات على الزوج الذي اللي دخل بقى وجد زوجته متلبسه في بالزنا هيعمل ايه؟ وقتلهم، قتل الاثنين في الحال. ده في الحاله دي بيبقى سبب من اسباب الاباحه، لا ما ياخدش اي عقوبه. تمام. طب واذا اللي هو بيزني في زوجته ده قتله، يبقى في حاله دفاع شرعي. في حاله دفاع شرعي. ده في يبقى برضه ما ياخدش ولا عقوبه. ما ياخدش عقوبه. ما ياخدش ولا عقوبه، سبب من اسباب الاباحه. هل هذا ينفع نص؟ وخد بقى كتير من قانون العقوبات كتير عايز يتلغي، مش يتعدل، يتلغي، يتم الغائه. والجرائم اللي استحدثت برضه تحتاج لاضافه نصوص. طبعا طبعا. بل المستحدث والعقوبه المستحدثه بتضاهي الجرم. انما كل القديم عايز يعدل تماما. كل القديم احنا عندنا قانون العقوبات من الخمسينات الى الان اللي هو شغالين بيه. قانون العقوبات الى الخمسينات، انما المستحدث جرائم الانترنت لها عقوبتها المستحدثه ماشيه مع العصر. قانون اصلا من صنع البشر، يبقى لازم يمشي مع العصر اللي فيه البشر. مش هنا في الخمسينات وهنا 2020، اللي في الخمسينات يمشي 2020، يستحيل. يستحيل. طب ايه السبب لحد النهارده ما بيتمش تعديله؟ والله بقى السبب ان برضو ضخامه التكدسات التشريعيه. وقد يكون في الدورات الجايه في اكيد يعني هيبقى في صحوه لتعديل بعض والغاء بعض النصوص. الغاء بعض النصوص. طبعا لازم تتلغي. ولازم تعدل، تتعدل جذريا بسبب التطور اللي احنا شايفينه في معدلات الجريمه. طب هاخد بس اتصال تليفوني. الدكتور ايمان عبد الهادي، استشاري الصحه النفسيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا دكتور. كنت عايز اخد راي حضرتك يا دكتور، احنا بنتكلم عن الجريمه وانتشارها في الاونه الاخيره، يعني عايز اخد من حضرتك الجانب النفسي في هذا الموضوع. ايه اللي يدفع يعني خاصه ان احنا بقينا بنشهد جرائم لم كنا نسمع عنها من قبل واصبحت موجوده، وخاصه كلها متعلقه بالاسره تحديدا. ايه الجانب يعني، هل هناك عوامل نفسيه في هذا الموضوع ولا لا يا ست؟ هو احنا عندنا علم اسمه علم النفس الجنائي. تمام. وعندنا طبيب النفس الشرعي. تمام. فاي جريمه الاول بنستدل على الصحه النفسيه والصحه العقليه للمجرم. لكن مش اي مرض نفسي او اي اضطراب نفسي بيؤدي لجريمه. تمام. تمام. فدلوقتي احنا عندنا مثلا عندنا المرض النفسي لاضطرابات لعدم التكيف والخوف الشديد، مثلا لو انا تعرضت لموقف اكبر من قدرتي على تحمله ممكن عن طريق ان انا وانا بدافع عن نفسي اوصل لجريمه، لكن مش اي اضطراب نفسي بيؤدي لجريمه، الاضطراب النفسي الحاد بس. الاضطراب النفسي الحاد هو بس اللي بيؤدي لجريمه؟ طب لكن احيانا مجرم مثلا يروح يزور دكتور مثلا مره او اثنين علشان يبقى عنده تاريخ حاله، تمام، ويرتكب جريمه ويقول ده انا مريض نفسي، لا ساعتها ما بيبقاش مريض نفسي، هو كده مخطط للجريمه بتاعته. بس عشان يخفف العقوبه يعني مش اكتر. تمام. طب حضرتك ايه الدافع النفسي اللي بيدفع المجرم ان هو يكرر جريمته مره ثانيه؟ هل ده بقى يعني المجرم بيقرر نفس الجريمه حتى بعد الافراج عنه، هل ده يعني بسبب ان هو اتعود على هذا الامر، ولا هناك اشياء اخرى يعني خلاص هو بقى مقتنع ان هو بقى مجرم؟ هو في شخص بيبقى شخصيه عدوانيه. تمام. وفي شخصيه بتبقى شخصيه عندها اضطراب، يعني اضطراب نفسي وعقلي، بيبقى مش مدرك هو بيعمل عنف وبيوصل لنفس النتيجه اللي وصل لها قبل كده. في اللي هو مثلا عنده مبدأ ان هو طول ما القوة في ان هو يبقى بيقتل زي جرائم القتل الجماعية دي. ده بيقتل ان هو قوي، بيقلد الأسرة أو تقلد بطل معين في دماغه، فهو شايف ان دي كده بطولة وقوة، فده بيخليه يرجع تاني لنفس الجريمة. هو مش شايف انه غلط، يعني هو ما تعملوش تعديل عقلي، لا هو كده مستمر في اللي بيعمله. تمام. دكتور ايمان عبد الهادي، بشكر حضرتك جدا يا دكتور، استشاري الصحه النفسيه. استاذ عادل، عايز ارجع للقانون برضو في هذا الموضوع. احنا بنشوف هو بيبقى مجرم ويطلع مجرم ليه؟ يعني هو مجرم وبيطلع يكمل نفس الاجرام تاني. لا
ليه ما بيطلعش يبقى سوي؟ سوي. شوف انت الزنزانة في السجون اللي فيها المجرمين كم واحد؟ عدد كتير. يعني لو فيهم واحد بس مش سوي هيعدي الباقيين. وبناء عليه حتى لو كان فيه توعية جوه السجون ما بتكونش بالقدر الكافي، اللي هو انا فعلا يعني العقوبة نفسها مش رضع. الرضع بقى ان انا السجن اصلاح وتأهيل، حتى مكتوب على باب السجن كده السجن اصلاح وتأهيل. يبقى المفروض انا بصلحه وبأهله ان هو يتعايش مع المجتمع كإنسان سوي. هو من اللي بيشوفه بقى مجرمين شتى بيتعلم فنون الإجرام، بيتعلم أكتر أكتر لأن العدد كتير أكتر، واخد بالك؟ والتوعية والإصلاح بتبقى تفوق الحد، يعني الحد ده العدد يفوق قدرة التوعية والإصلاح. تمام. يعني إذا كان فيه رجل دين كان بيدي مثلا لخمسة، دلوقتي بقت 20. إذا كان بيدي محاضرة ولا أي حاجة في الأسبوع دلوقتي بيديها كل أسبوعين للظروف اللي تمر بها البلاد سواء كورونا وخلافه. هل هناك نص قانون بيعاقب المجرم في حالة تكراره للجريمة مرة أخرى؟ طبعا. بل بالعكس، إذا كان هناك عاد تاني للجريمة والعقوبة كانت فيها إيقاف، بتتنفذ على العقوبة الجديدة والقديمة. لأن الإيقاف بيبقى مدته 3 سنوات، وده الكلام ده بيبقى في الجناح. إنما في الجنايات في حاجة اسمها جب العقوبة. جب العقوبة بمعنى إن لو واحد مثلا اتحكم عليه مثلا بخمسين سنة في جرائم شتى، أقوى عقوبة فيها مثلا المؤبد، اللي بتسرى عليه المؤبد، والمؤبد يجب كل العقوبات التانية. دي في جب العقوبة. في الجنح بقى جب العقوبة بتبقى لو عليه مثلا مجموعة شيكات، ودي يعني نظام حتى المفروض يبقى ينظر له المشرع بعين التعديل هنا. واحد نصب على 60 واحد وما عليه ايصالات امانة وشيكات، واخد متاخد عليه مثلا 120 سنة، في نظام جب العقوبة تبقى العقوبة كلها 6 سنين يطبق يعني عليه في السجن. يعني واخد 120 سنة يطبق عليه 6 سنين؟ 6 سنين. ازاي؟ ما هو ده نظام جب العقوبة. وإذا وجد نص لا اجتهاد مع النص، وأنا مش هجتهد معك في لا اجتهاد مع النص. في سؤال برضو، يعني الحادثة اللي حصلت في اسكندرية خلتني أسأل حضرتك السؤال ده. هو ليه يعني المسجل الخطر في حالة ارتكاب الجريمة وعلى ذمة قضية، إيه الدافع إن هو يتم الإفراج عنه على ذمة هذه القضية؟ ما ده هيقوم بإن هو يرتكب نفس جريمة أخرى، وده اللي حصل في حادثة اسكندرية. لا، أنا كقاضي بنظر في القضية المنظورة قدامي. وببص في الأوراق اللي جاية قدامي. ممكن يكون هو مسجل خطر ولكن جايني في مشاجرة، مشاجرة عادية. ادعي لحبس هذا المتهم احتياطيا، وبالتالي بقوم بالإفراج عنه. فهنا مفيش خطأ قاضي. لا، أنا بتكلم هو طبق صريح القانون. انما السلوك بقى والدافع بتاعه بقى والكلام ده اما يتحاكم. لما يتحاكم. طب عايز اعرف من حضرتك الوضع القانوني بالنسبه او العقوبه القانونيه المقرره في حاله السرقه. في السرقه البسيطه دي اقصاها 3 سنين. 3 سنين. طبعا. اي حاجه سرقه بسيطه. في سرقات بقى مع القتل، في سرقات مع ارتكاب جرائم تانية، في ترويع المتصل للاعدام. توصل للاعدام. اللي هي القتل بالتحديد. ايوه. لا، القتل وترويع المواطنين، خطف، ترويع، ارتكاب كام جريمه مرتبطه ببعضها ارتباط لا يقبل للتجزئه. سرقه مثلا مع التعدد، مع ظرف الليل بيدي في الحاله دي مؤبد. وعقوبه الخطف برضه مؤبد ولا بتصل الى عقوبه المؤبد؟ المؤبد الخطف. وخصوصا اذا كانت المخطوف انثى. إذا كانت وده التعديل ده تم سنة 2018. كان قبل كده ما بتصلش لكده، كان بتصل ل 15 سنة. ل 15 سنة. وترويع المواطنين يا أستاذ عادل؟ ترويع المواطن نفس الكلام، إذا وصلنا بقى لقتل واحد ولا حاجة. أصل إحنا بنشوف مشاهد كتيرة جدا في الشارع المصري. في بعض الشباب بيبقى معاه كلاب.
فبيروع المواطن، مثلا لو تم القاء القبض عليه عقوبته تبقى قد ايه؟ ما هو المشكله مش في العقوبه، ممكن ما ياخدش عقوبه ويخرج اصلا. العقوبه بدورها غير رادعه، انما لابد من الاخلاق. اذا تخلقنا بالاخلاق واخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، تمام، خلاص ما فيش جرائم ان شاء الله، والظروف ترجع وتبقى البلد احسن. يعني كل حل هذه المشكله تتمثل في الاخلاق. انا بقول كده، مع الرغم ان هناك العديد من المبادرات اللي تم طرحها من المجتمع المدني. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما بعث، قال ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. طب المبادرات حضرتك شايف المبادرات اللي تتحدى في الشارع كده، واقول واسال اي واحد، يعني اسال كده شويه كده، اقول لهم تعرفوا ايه عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا يبقى عارف جزء بسيط. كل من كل 10 هتلاقي واحد. بنشوف تقارير كتيره جدا كده في هذا الموضوع. طب عايز افهم بس من حضرتك في النقطه دي بالتحديد، المتعلقه بالمخدرات. تمام، عايزين نرجع لها تاني، لان دي برضو ساهمت بنسبه كبيره جدا في ارتفاع معدلات الجريمه. تمام، عقوبه، هل يعني لو الشخص ارتكب عقوبه، النص القانوني اللي بينص على المروج للمخدرات ايه؟ وفي حاله ارتكابه الجريمه بتوصل للعقوبه الكام؟ بص، عقوبه المخدرات في الاتجار والجلب بتصل للاعدام. انما من تاريخ اخرها مؤبد، بتنزل لمؤبد. ما انا هقول لحضرتك اهو، انما من الخمسينيه، من سنه 52 او من سنه 50 وحتى الان، هات لي واحد تم اعدامه في جريمه جلب، ما حصلش. ما هو بقول لك بتنزل لمؤبد وحين 15 سنه. طيب يبقى انا كده ده عقاب رادع؟ لا، ليس عقاب رادع. انا دلوقتي البلد مفتوحه للاسف من كل جنب. يعني ربنا يحفظ مصر ويحفظ اهلها وشعبها الطيبين. احنا مفتوحين من كل جنب. الحدود بتاعتها يعني الجهات الامنيه يمكن بتشتغل ليل نهار عشان بس تحرس الامن الخارجي بالنسبه للبلد. فمفتحه، فطبعا مستهدفه ومستهدف شبابها. يعني الله يعين القائمين على حراسه البلد. ودور وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع ايه؟ التكنولوجيا الحديثه. هي التكنولوجيا الحديثه وده بقى اصلا سببت في يعني الشك بين الزوجين. الشك بس؟ يعني جرائم الخطف بتتم عن طريق النت. وجرائم والعياذ بالله الزنا بتتم عن طريق النت. قد يكون الطلاق والجواز تاني والحاجات دي كلها بتتم عن طريق اللفظ هو الشك. يعني مش عايز اقول ان احنا بنوصل لهذا الموضوع. يعني احنا بنستغل كل تكنولوجيا باسوأ استغلال وليس احسن استغلال. يعني ساهمت برضو في جزء في هذا الموضوع. طب انا عايز اتكلم في حالات الاختفاء، اللي بتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي. بنجد ان هناك مواقع التواصل الاجتماعي تتداول اخبار اختفاء فتاه في هذه المنطقه، بعد كده بنفاجئ ان لها علاقات بشخص ما، وده برضه بتعمل بلبله، ان يقول لك ده تم خطفها، وفي الاخر ما لم يتم خطفها بل بعلاقه بشخص ما وهربت معاه. هو احنا شفنا حاجتين، يا اما خطف فتاه واتقتلت، لا، يا اما تم جريمه خطف ولقينا المخطوف مقتول، ودي بتبقى وراه ديه. تمام، وانا كاب او كاخ او كده ما دفعتش الديه المطلوبه فتخلصوا من الايه، من الضحيه. او ان يكون الخطف بدافع بيع اعضاء، وهذا انا ما شفتش هنا في مصر هذا الكلام، سمعته فقط. اللي هو الخطف بنيه ان انا هاخد المخطوف ده عشان ابيع اعضائه، يعني ان انا اقتله واخد اعضائه وابيعها. لا، موجود ده موجود في قضايا الاتجار في البشر، يعني في موجوده في قضايا للاتجار، هو خاصه الاطفال بالتحديد. يعني ما هو مش بيخطف ويقتل، واخد بالك، انما اتجار ان هو ممكن يدخل يعمل عمليه، يتفاجئ ان ما فيش كليه من الكليتين، يتفاجئ انه دي تجارة بيع الأعضاء. وطبعا في قضية شهيرة متداولة إلى الآن، متداولة في المحاكم، متداولة في المحاكم إلى الآن. إنما إن أنا ألاقي واحد اتخطف ولقيناه في المكان الفلاني مشرح ومتاخد منه واحد اتنين تلاتة، ما سمعتش أنا في مثل هذه القضايا. يبقى الخطف بيتم يا إما
تحت وازع البنت عايزة بتحب واد وراحت له، أو تحت وازع إن أنا ظروفي الاقتصادية وخطفت عشان أجيب أي فلوس من والد هذا الطفل أو هذا الولد. في الآخر بتوصل للقتل برضه، لأنه لما لأن هو بطبعه عدواني. يعني هذا الشخص بطبعه عدواني. هل التربية الأسرية تسببت في إن هذا الشخص العنف اللي بيتمارس مثلا على الطفل، هل بيدفع ان هو يبقى بعد كده عدواني وان هو يحوله الى بلطجي؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. بالتالي قول فاصل يعني. على زي ما وجده عوده. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. طب عايز اعرف من حضرتك، احنا يعني لازم يكون في حلول. حضرتك اتكلمت في القانون. اهم حاجه قانون العقوبات محتاج الى تعديل. ايوه. تحدثت ايضا عن الواعظ الدين. انا عايز اركز على حته الواعظ الدين دي بالتحديد، انا عايز الناس تستفاد منها. ايه الدور المطلوب من الازهر عشان يقوم بيه؟ هو الدور المطلوب من الازهر، الازهر بيعمل اللي عليه. احنا ما عندناش استعداد. ليه الشعب مش النبي عليه السلام بيقول بلغوا عني ولو ايه، ما قالش خلي الازهر يبلغ عني ولو ايه. كلنا نبلغ، كلنا ندعو، كلنا نعلم اولادنا. أنا علمت أولاد الصلاة، سيم من الناس علم أولاده إزاي يصوموا. كلنا بنخرج، ابني راح النادي، ابني راح المدرسة، ابني راح كذا، ما سألتوش في مرة أنت صليت الظهر؟ أحيانا مشاغل العصر. الحياة دي ما تخلوش أصلا بيلتقي بأولاده طول اليوم، بيخرج من الشغل ده رايح الشغل ده عشان يكفي مصاريف بيته. إزاي؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مين بيعمل كده؟ أين هو الوازع الديني بتاعنا كرب أسرة؟ لازم يبقى احنا نفسنا عندنا الاستعداد لتربية هذا النشأ ولتعليم هذا النشأ ولتثقيفه. لأن احنا اللي مأمورين، مش مأمورين ان احنا نقول للأزهر اعمل كذا، للأزهر ودي كذا. رجال الأزهر يكفيهم انهم حافظين القرآن، وحافظ القرآن من حافظ القرآن ولم تجله، أو يعني لا تحترمه، لم تحترمه فقد حقرت ما عظم الله. حافظ كلام ربنا خلاص، لازم احترمه واشيله على راسي. تمام. تمام. طب بالنسبه لي انا عايز اتكلم على خطب الجمعه. احنا ليه ما بنستغلش خطب الجمعه في ان احنا نعلم الناس امورنا ونعرف الناس العقوبات اللي موجوده في الشريعه الاسلاميه في حاله الخطف والسرقه والكلام ده؟ خطب الجمعه؟ اه. هو دلوقتي في ايام كورونا في خطب جمعه؟ في جمعه خمس دقايق، في جمعه فيها 10 دقايق خطبه. اه. احنا المطلوب احنا نبقى خطباء في بيوتنا. ما ده مش هيحصل يا استاذ عادل. ليه ما يحصلش ليه؟ ما هو انا زي ما قلت لحضرتك، اذا كان الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشينه والوضع الاب بقى مشغول جدا، الوضع فين الظروف بقى اللي احنا فيها؟ يعني جت ظروف كورونا وقعدنا في البيوت، قعدنا نضحك على بعض ونضيع الوقت. ولو قعدنا ننشغل ان احنا نعلم اولادنا ونرجع لديننا ونتعلم الاخلاق ونتعلم القيم كان افضل. وادي جايه جانحه كورونا. بص على الـ على الـ على الـ على الكعبه كده، ازاي كورونا بتعلمنا ان احنا نلتزم في بيت الله الحرام بالطواف. احنا كنا بنروح الكعبه واحنا بنطوف تلاقي اجدع كتف جالك في تقعد 3 ايام وانت ماسك كتفك الزحام. الحجر الاسود النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش انك انت تتزاحم، ده قال ايذاء اخوك المسلم ده نهى عنه فرض. وانك تقبل الحجر الاسود سنه، ما ينفعش تعمل سنه وتخالف الفرض. تتزاحم. شوف كورونا خلتنا ايه، بنشتغل بالدين. بنطوف حوالين الكعبه، ما فيش واحد بيأذي التاني. هو ده، اصبر شويه وربنا هيرجعنا الاخرين، ربنا هيرجعنا لدينه سالمين ان شاء الله. عايز اخد من حضرتك عقوبه التنمر. احنا الاسبوع اللي فات شفنا، يعني بما ان احنا هنتكلم على التنمر والعقوبه في القانون نصت عليه، وخاصه احنا الاسبوع اللي فات شفنا بعض الاحداث، يعني الحادثه الشهيره تحديدا لاعب الكره شيكابالا، تمام، اللي تم تشبيهه بكلبه وكهذا الامر. هذا الامر في موضوع التنمر بالتحديد عقوبه قانونيه ايه؟ كل حاجه عقوبتها حبس. طب
انا 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 المشكله مش في العقوبه. العقوبه ليست رادعه طالما ضاعت الاخلاق. يعني النبي عليه الصلاه والسلام اصلا نهى. بس اكيد في لازم يكون في عقوبه للرد مع اكيد يعني اكيد يعني الاخلاق مش كل الناس ملتزمه بدينها. النبي عليه الصلاه والسلام لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. مش قال كده؟ ده ربنا اللي قال. يعني فرض لو انا بقى هتنمر او هقلس على واحد او هزم في واحد ابص فلا تلوموني ولوموا انفسكم. وربنا اللي بيقول مش انا اللي بقول. للاسف نيابات منتشره في الفتره الاخيره. تنمر من شخص من راجل كبير, القاء الزيت على احد الشخص يعني اللي هو عنده عاهه في البدايه والنهايه. ضعف الوازع الديني مع الحاله الاقتصاديه الكالحه اللي موجود فيها البلاد مع عدم الاستعداد لان انا اتعلم امور ديني مع انعدام الاخلاق. مع انعدام الاخلاق. انا شايف حضرتك مركز في هذه الحلقه على نقطتين اللي هو الوازع الديني وانعدام الاخلاق. طبعا بس القانون لازم يكون بدوره برضه يا استاذ عادل. لازم القانون رادع قوي. يعني انا اعتقد لو شخص ارتكب جريمه ما تم اعدامه في مشهد عام للجميع مفيش حد هينفذ هذه الجريمه مره اخرى. هو عارف يبقى مصيره نفس الشخص, هيكون مصيره نفس الشخص ده. تمام. طب ما هو ده القانون لازم يكون عليه دور برضه. احنا لما نيجي للقانون واطاله امد النزاع, المجرم نفسه بينسى الجريمه اللي ارتكبت امس. يعني اما قضيه مثلا تتداول في المحاكم بالسنه والسنتين والثلاثه, المجرم نفسه هيبقى خلاص مش هيعتبر. وما تيجي الجريمه الحكم بتاعها على سطر كده من صفحات الجرايد, برضو المتهم مش هيعتبر بهذا الجرم اللي ارتكبه غيره. لازم يبقى فيه علانيه في تنفيذ العقاب. يعني برضو ده يدفعنا ان احنا نتكلم عن الاعلام ودوره في تسليط الضوء على القضيه. الاعلام وتسليط الضوء على القضيه حتى تمام التنفيذ. يعني ما يسلطش عليها في البدايه ولكن يوصل الى النهايه حتى تمام التنفيذ. يعني انا وصلنا لاعدام فلان, يتم التنفيذ حتى على الاقل بشيء تمثيلي في نهايه الجرم. في نهايه بعد تنفيذ بعد النطق بالحكم وتنفيذ حكم الاعدام عشان يكون رادع قوي. انما انا باخد فلان وعمل كذا وودى كذا وجاب كذا كانه بيعمل اعمال بطوليه. وفي النهايه خالص ما بجيب الحكم نفسه في سطر او في نص سطر. وهذا لا يجوز. وهذا لان اصلا من علامات الرادع حتى في الاسلام العلانيه. ما ده اللي بتكلم فيه. لازم يعني لو تم اعدام شخص في احد الجرائم المتداوله واللي سببت في قتل عديد من الضحايا على الملأ, انا اعتقد ان هي تكون رادع قوي. يعني تمام, مش احد الاشخاص, هي تتم الاحكام, يتم تنفيذ الاحكام علانيه. ليس بشخص, يعني مش هنفذه بحكم الاعدام, اجيبه غرفه الاعدام لتنفيذه. ممكن اجيبه قدام غرفه الاعدام ان هو داخل يتنفذ عليه حكم الاعدام. هذا يكفي. تمام. الرساله الاخيره لحضرتك عايز توجهها, لان احنا وقتنا خلص للاسف. الرسالة الأخيرة اللي عايز توجهها, وخاصة إن مفيش مجتمع مثالي أو مفيش مجتمع خالي من الجريمة. حتى المجتمعات يعني اللي إحنا بنقول عليها المتقدمة الجريمة فيها مرتفعة برضه. أقول اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى, لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العظيم. وأقول اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وانا بضم صوتي لصوت الاستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنقد. الاخلاق. كل واحد يرجع لدينه, كل واحد يتمسك يعني ولو جزء بسيط من اخلاق النبي. في نهايه الحلقه بشكر حضرتك جدا على تشريفك, واتمنى يعني ان احنا نكون يعني الجمهور استفاد مننا, وعلى امل نلتقي ان شاء الله الاربعاء القادم في نفس التوقيت.